يا بختك ياللي صاحي الليل مادام كان السبب واحدة ومين يقدر. تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشابة ظهرت فيه وهي تبكي بشدة خلال حضورها حفل للفنان السوري جورج وسوف الذي أحياه مؤخرا في سوريا احتفالا بفوز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة. وظهرت الشابة والمعجبة منسجمة بشكل كبير مع غناء سلطان الطرب جورج وسوف وحالة انهيار شديدة نتيجة تأثرها بكلمات أغنية خسرت كل الناس شهيرة. ويظهر الوسوف في الفيديو وهو يطلب من الحراس السماح لها بالصعود على المسرح لتقترب منه بهدوء وانبهار وتقوم بتقبيله وتغمره بشدة وهي تبكي من السعادة والفرح ليطلب منها النجم القدير توقف عن البكاء وقام بمسح دموعها بنفسه وبيديه. وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع المؤثر وتم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي لافتين إلى أن ما قام به على المسرح هو المعنى الحقيقي للنجومية والتواضع. من جهة ثانية كانت أيضا قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو آخر من الحفل الذي أحيته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي يوم الأحد الفائت في العاصمة المصرية القاهرة. ويظهر في الفيديو أحد معجبي وهبي وهو يفاجئها على المسرح الأمر الذي استدعى تدخل رجال الأمن من أجل إنزاله إلا أن الفنانة هيفاء وهبي تدخلت وتحدثت مع المعجب محاولة إقناعه بالنزول عن المسرح كونها ملتزمة بإجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها منظمي الحفل بسبب فيروس كورونا المستجد. شرفنا أهلا وسهلا فيك عماد بس مشان يعني كورونا بروتوكول that's why they acted. I'm sorry for you. كما ضجت المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو ظهرت فيه الممثلة السورية أنطوانيت نجيب وهي تصعد على المسرح حيث كان يقدم الفنان السوري جورج وسوف وصلة غنائية وقامت بمعانقته. وقد فاجأت أنطوانيت نجيب سلطان الطرب جورج وسوف أثناء الحفل وقامت باحتضانه بينما كان هو جالسا على كرسي ليبادرها هو باحتضانها وتقبيل يدها.